راح ارجع لك بس اذا سمحت لي. الاستاذ عبد الله الكعيد، اهلا وسهلا بك استاذ الكريم. لا الحين اخذت الدكتوراه يا دكتور عبد الله، سامحني. عادي تفضل. ما عدمون عليك دكتور عبد الله، اهلا وسهلا فيك. طالب مراقبون، يا اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. طالب مراقبون بوضع آلية واضحة لدى الجهات الحكومية لتحقيق مبدأ الشفافية في تعامل المسؤولين مع وسائل الإعلام وبقدر من المسؤولية والاحترام من أجل تكبيل التصريحات العرقوبية إذا جاز التعبير، أو كما وصفتها أنت في أحد أحاديثك الصحفية أخيرا. كيف ترى هذا الجانب التنظيمي الذي هو مرتبط بما كان يقوله الأستاذ محمد الحيدف وما شرح عليه في الرسم الكاريكاتيري؟ تفضل. بالضبط، انا يا ريت والله سمعت اللقاءات قبل ان اعلق، لانه انا في اجتماع حقيقه في وكاله الوزاره، وكاله وزاره الثقافه والاعلام للشؤون الثقافيه عشان معرض الكتاب القادم، لهذا للاسف لم اسمع ما قيل. ولكن التحقيق اللي انا حقيقه شاركت فيه اللي عدته الاخت عروه، حقيقه انه اصلا احنا تعودنا بطبيعه الحال في مجتمعنا للاسف الشديد على المواعيد الارقوبيه على من كافه المستويات، سواء من مستويات الوزراء ومن في حكمهم، وحتى بطبيعه حياتنا العامه. يعني احنا اصلا لا نجيد تنفيذ الوعود اصلا. يعني هذه للاسف اصبحت من ثقافتنا. انما اخر انا سمعت حقيقه اخر حديث كان يدور حول الصحافه الورقيه، وانه هي اللي تساهم في نشر او في تخدير المجتمع من خلال احاديث او وعود المسؤول. والحقيقه انه اصلا هي الاحاديث او الوعود او التصريحات تعتبر ماده صحفيه شهريه لاي وسيله اعلاميه، سواء كانت مطبوعه او تلفزيون او غيره. هم يحاولون قدر الامكان الوصول الى ماده تقدم للمتلقي. فأيا كان، يعني ليس من الضرورة على الوسيلة أو الوسيلة الاتصالية أن تتثبت من مدى صدقية أو مصداقية المسؤول، سواء كان وزير أو غيره. إنما الإشكالية سبق أن تحدثنا عن مجموعة من الزملاء الإعلاميين في كيفية أن وزراء أنا للأسف الشديد أصلا لا يجيدون التعامل مع وسائل الإعلام، سواء إذا أرادوا التصريح والدلالة. التخبطات اللي صارت من أكثر من وزير عندنا خلال الشهرين الماضية مع المواطنين، ونقلها الإعلام الجديد وبثها للأمة. يجب أن يعرفوا أنهم الآن بعد ظهور الإعلام الجديد أصبح الأمر مكشوف على الملأ، لا يمكن أن يخفى شيء. فبالتالي من المفترض أن يتعلموا قبل أن يصدقوا في مواعيدهم، أن يتعلموا كيفية التعامل مع وسائل الإعلام مبدئيا، وكيف يصلح. أنا ودي يتعلمون كيف الأداء الصحيح في وزاراتهم قبل الإعلام، لانه اذا انجزوا في وزاراتهم راح يكون التعامل مع الاعلام جيد. لا بس ايضا انا اقول شيء واحد، انه هناك في جميع معظم الدول اللي اصلا يعني تحترم الكلمه اللي تتقال من قبل الدوله او الحكومه او اي مسؤول في الحكومه، تحاول ان تدرب هذا المسؤول على التعامل مع وسائل الاعلام وكيف يقول وماذا يقول ومتى يقول. صحيح. دكتور عبد الله الكعيد، اعذرني الوقت داهمني، شكرا لك على المشاركه، وسوري اخذناك من الاجتماع. اعود لك استاذ محمد، خلينا نروح للرسم الثاني اللي هو جريده الاحلام في مسؤول وفي مرايه. نعم. مين؟ ابراهيم الوهيبي، اسمه المرايه هذه. ابراهيم الوهيبي، نعم. هذه ايضا يعني للاسف المسؤول عندنا وخاصة الوزراء يعني يريد الجريدة أو الصحيفة أن تكون مرآة له، ولكنه لا يريد أن يرى فيها عيوبه، هو يريد أن تضخمه، أن تصوره بالشكل اللي يعني يرى فيه الناس أنه أضخم من صورته الحقيقية. وهذا ما يقوله الكاريكاتير، وهذا ما أظنه، وهذا ما يدلل عليه الواقع. وإحنا شفنا يعني وزراء أوصلهم الإعلام وأخرتها طردوا الإعلام. فهذه أيضا يعني للأسف المسؤول يرى في الصحيفة أنها دائرة حكومية أخرى يجب أن تلمعه. أخوي علي، أيضا نقطة تكلمت عنها في الميزانية، يعني أنا ودي أضيف نقطة اللي ذكرها الأستاذ عبد العزيز واللي أنت حاولت تستخرج منه بعض الأشياء. يا أخي في نقطة احنا ما فكرنا فيها يا علي، الأجيال القادمة عندما تقرأ الميزانيات الاستثنائية الضخمة التاريخية اللي صدرت، وتجد نفسها، أنا أتكلم عن أجيال بعدنا بعد ما نموت حنا، تجد نفسها بدون أساسيات،
أساسيات الحياة، لا مستشفى، لا مدرسة، لا طريق، لا مطار بالمستوى المطلوب، لا دار رعاية اجتماعية، لا بنية تحتية بحجم الريالات اللي مرصودة. هذا يا أخ، هؤلاء الأشخاص سيدعون علينا، سيمرون على مقابرنا ويدعون على الصحفي وعلى عضو مجلس الشورى وعلى عضو حقوق الإنسان وعلى رئيس هيئة الفساد وكل من لم ينصح ويناصح. احنا اتفقنا في البداية أنت وأنا أستاذ علي أن القائد حفظه الله يعيش هم الشعب، والرجل وفر ميزانية تاريخية، ثلاث ميزانيات تاريخية وقبلها ميزانيتين أيضا يعني قياسية، ولكن هؤلاء لا يريدون أن ينفذون. المشكلة علي أنت أثرت نقطة أو تحدثت في حتى الأخوان اللي في المقطع لفت نظري يتكلم عن الميزانية وأين ميزانية وزارة الصحة وأيضا عن المركزية ولا مركزية. المشكلة أخ علي ما هي بترى في يعني هي مسألة فن إدارة، ما عندنا قادة إداريين. وأنا دائما وكررت أني أقول يعني قد يكون المشرط جراحي لا يعلى عليه ولكن مشرط إداري لا يعول عليه. نعم طيب. وقس عليه المهندسين أيضا. طيب. نحن نعطي الإدارة للمهندسين والأطباء ولا نعطيها للطباخة الحقيقي القائد الإداري. مشكلة تخصص. طيب نروح للصورة الثالثة. لا يستفاد منها. نروح للرسم الثالث عشان نختم فيه. الصورة الثالثة اليزيد. نعم. الأخ يزيد الحارثي. نعم. هذه أيضا نحن نعاني منها أخوي علي ككتاب صحفيين. المسؤول لا يريد نقد، وإذا انتقد للأسف يعني استحدث الآن طريقة اللي هي عملية أنه الشخصنة، المسؤول الوزير يدعي أنه فيه شيء شخصي بينه وبين الكاتب، وهذه حصلت سواء من الجامعات ولا من وزارة الصحة ولا من وزارة التربية والتعليم في عهد سابق، في أشياء كثيرة يعني حدثت أنه يتهم كتاب بأنه فيه قضية شخصية. فأنا هنا في الكاريكاتير هذا الأخ يزيد رسمه، الفكرة أنه المسؤول جالس والعلاقات العامة طبعا وهو يوجههم النقد الهادف هذا، أطلقوا عليه صاروخ شخصنا إذا ما نفع، صاروخ تصفية حسابات أو مشاكل سابقة موظف سابق وخلافه. هذه نواجهها ككتاب، وهذه للأسف أنا أقول يا أخي علي نحتكم للموضوع لما كتب وليس لها نشق عن يعني قلب الكاتب. وقلتها لمعالي وزير الإعلام الله إن شاء الله يرده بالصحة والعافية، الله يشفيه ويعافيه، في ملتقى معرض الكتاب قلت له في مداخلة وصفت بأنها مداخلة جريئة موجودة على اليوتيوب، قلت يا معالي الوزير حاكموا ما يكتب، ما يكتب الكاتب، لا تحاكموا أهدافه الشخصية أيا كان هذا الكاتب. وإحنا شفنا كثير من الكتاب تعرضوا إلى أنه والله فيه أسباب شخصية، فيه تصفية حسابات. نعم. بالطريقة هذه ما راح طيب. نقدر أستاذ محمد أشكرك، نحل مشاكلنا. نعم وقتنا انتهى للأسف، الحديث معكم لا يمل، وإن شاء الله نواصل الحديث في هذا الملف. أشكر الحقيقة شكر عميق لعضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور عبد العزيز العريعي على حضوره في استديوهاتنا في الرياض، وأيضا شكرا للكاتب الصحافي الأستاذ محمد الحيدب على حضوره أيضا في نفس الاستديو في الرياض، وشكرا للمشاركة الهاتفية من الدكتور عبد الله الكعيد الكاتب الصحافي في هذه الحلقة، وأيضا أشكر الأستاذ محمد اللي ذكرنا بهذا الأمر. أتمنى الحقيقة الشفاء العاجل لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، ونقول يا أبو محمد ألف سلامة، ما تشوف شر وفالك العافية إن شاء الله. أنت من الناس السباقين في كثير أمور، ومن الناس اللي يمتص الغضب من كل التيارات، فبعيدا عن أي مواضيع أخرى مرتبطة في الوزارة، ما يهمنا الآن هو أنك تقوم بالسلامة. فمن يا هلا ومر وتانا أنا أقول لك ألف سلامة، ما تشوف شر، وإن شاء الله نشوفك في أحسن حال في الأيام القليلة المقبلة. فاصل ونعود لكم بعد ذلك.